of third year secondary let's start a new episode of uh, general revision the first question is the situation as you know respond to each of the following situations سؤال المواقف your brother looks worried اخوك يبدو عليه القلق you want to know whether he has a problem انت عاوز تعرف اذا كان عنده مشكله واتس ذا ماتر از ذير اني ثينج رونج نقدر نقول له واتس ذا ماتر ايه المشكله او از ذير اني wrong? رونج Your mother was very busy yesterday. You regret not helping her. ماما كانت مشغولة جدا امبارح وانت او انت بقى يعني غالبا البنت بتندمي ان انت ما أكيد ده طبعًا بيحصل كتير. Uh, I wish I had helped my mother yesterday. أتمنى لو كنت ساعدت أمي أمس. I regret that I didn't help my mother yesterday. أنا بندم إني ما ساعدتهاش إمبارح. زي ما قلنا إنه I wish دايمًا بيجي معاها past سواء past simple أو past perfect. قاعدة I wish uh, دي دايمًا بتستخدم مع الأزمنة اللي في الباست في الماضي ما بيجيش معاها present أبدًا ما بيجيش معاه future أبدًا. أوكي. An English friend asks you how you celebrate شم النسيم ليك صديق إنجليزي بيسألك ازاي بتحتفلوا بشم النسيم We celebrate شم النسيم by eating salted fish نحتفل بيه بأكل الايه salted fish السمك المملح You forgot to thank a friend for a present he or she gave you حد من أصدقائك جاب لك هدية وانت نسيت ان انت تشكره عليها يعني المفروض أصلا في thank you ده انت كمان نسيت يعني تقول ام very sorry I forgot to thank you for the present لو في البداية حد ده لك هدية thank you اوكي okay, وهو لك welcome لكن انت نسيت تشكره ام very sorry I forgot to thank you for the present. We celebrate شم النسيم by eating salted fish. بيقولوا احنا آه بنحتفل بشم النسيم آه عن طريق ان احنا بناكل سالتد فيش اللي هو السمك المملح او الملوحه زي ما بنسميها. آه كجرامر بنحاول يعني نشير للجرامر في اي فرصه انه هنا by eating. by هنا preposition حرف جر. في مجموعه آه بنسميها ثوابت بعض الرولز كده في الجرامر اللي مفروض على طول تبقى يعني في بالنا على طول منها مثلا انه بعد الـ prepositions بعد حروف الجر بعد ان باي uh, about, فور فروم uh, بعد حروف الجر دايما بنستخدم ان لم يكن نون فهو gerund يعني verb ing اوكي okay. آآ فهم آآ جزئيه زي كده بتساعدنا كتير جدا بعد كده في بعض الجرامر زي مثلا if conditional في if الشرطيه هنلاقي انه بعد ما بنعرف الفور كيسز اللي بنعرفها عن if conditional بنعرف بعض البدائل زي مثلا but for without but for without طب يا ترى يجي بعدهم subject verb ولا يجي verb ing or noun لا يجي verb ing or noun ليه؟ لانه but for كلمة فور تعتبر preposition without أيضا بتعتبر preposition حرف جر طالما حرف جر يبقى بعده إيه verb ing mention the place the speakers and the language functions in uh, function in each of the following two many dialogues السؤال المعتاد المهم جدا اللي هو تاني سؤال في أسئلة الامتحان وبعتبره أنه سؤال يعني في رأيي أسهل أسئلة الامتحان محتاج بس مننا حاجات كده بسيطه منها ان انا بحفظ آه في جداول كده معينه بليس سبيكر ايه سبيكر بي بحيث نبقى عارفين مثلا البليس كلاس روم يبقى مين السبيكرز اكيد غالبا تيشر ستودنت البليس هوسبيتال مستشفى يبقى مين السبيكرز غالبا هيبقى دكتور بيشنت ممكن دكتور نيرس ممكن نيرس بيشنت وهكذا لو حفظنا مجموعه جداول زي كده من السبيكرز مع البليس بتاعها هيبقى فاضل لنا بس الفانكشن طيب ايه الفانكشن الفانكشن هو الوظيفه اللغويه الوظيفه اللغويه بمعنى ايه المقصود في الحوار ده يا ترى الحوار ده كان استفسار عن معلومه كان اعطاء نصيحه مثال الطالب بيقول لي انا كمدرس بيقول لي بليز كان يو جيف مي ا بيس اوف ادفايس اباوت هاو تو امبروف ماي Uh, listening skill ممكن تديني نصيحة مثلا ازاي أحسن uh, مهارة الليسننج أو الاستماع عندي uh, نفترض إن هجيب الفانكشن على الجزئية دي يبقى هقول هنا asking for advice يعني طلب نصيحة إنه هنا عبارة عن إنه بيطلب نصيحة لو uh, الرد مثلا أنا قلت له أوكي uh, okay, you can listen uh, to uh, English lessons frequently وهكذا دي كده أنا اديته النصيحة يبقى Giving Advice يبقى Asking for Advice and Giving Advice زي ما اتفقنا انه ابتدى من السنة اللي فاتت تعديل جديد انه سؤال الفانكشن كان الاول بتجيبه على اي جزئية في سؤال الميني دايلوج لا دلوقتي انت السؤال الاول بتجيب الفانكشن على سبيكر A السؤال الثاني بتجيب الفانكشن على سبيكر B شوف اول حوار Is there anything I can do to help Mrs. حنان في اي حاجه ممكن اعملها عشان اساعدك يا Mrs. حنان B بتقول له Could you give these books back to the class after break ممكن ترجع الكتب دي للفصل uh, بعد البريك بعد الفصحى Yes, of course. Is that the homework we did last week? Okay. هو ده يا ترى ال homework اللي احنا خدناه الأسبوع الماضي. بترد عليه. Yes, that's right. Your homework was very good. ندخل في من ذلك آخر. Swear يعني إيه swear? Swear يعني يحلف يقسم. Swear you will tell the truth يعني أقسم أو يحلف إنك هتقول الحقيقة. I swear, sir. أقسم يا سيدي قال له when and where متى وأين were you at the time of the murder في وقت الجريمة جريمة القتل يعني murder كنت uh, امتى وفين انت كنت هيقول له I was at home all night كنت في البيت طوال الليل في السؤال الثالث سؤال choose choose the correct answer from A, B, C or D منا always sings space she never joins another singer in a song طيب هي ما بتغنيش مع مغني تاني ابدا يعني هي دايما بت بتغني ايه فوق سينجل سولو كلاسيكال يا ترى الاجابه اللي نختارها وهي بتغني لوحدها هنختار كلمه سينجل أحمد got a space in medicine from Cairo University هنقول هو حصل على إيه هو حصل على a license in medicine By 3 o'clock tomorrow, all the tickets will be out. Have been sold. Sell. Sold. بي التنس الزمن اللي نستخدمه هنا آه هنا by 3 o'clock tomorrow يعني قبل الساعة 3 بكرة هنختار هنا الزمن اللي بنسميه آه future perfect اللي هو have been sold آه will have been sold طبعا هنا future perfect وفي نفس الوقت هو passive مبني المجهول millions of people attended the of ناصر after his death ناصر اللي هو جمال عبد الناصر يعني آه ملايين الناس حضروا ايه؟ Lifestyle flight funeral event طبعا المقصود بيها جنازه آه الرئيس جمال عبد الناصر يبقى هنا نستخدم كلمه funeral Do you think dad will ever space me drive his car letting will ever يجي بعدها letting verb ing let have let had let ما ننساش هنا الثوابت اللي قلنا من شويه في بعض الثوابت في الانجليش بتتغيرش انه will هنا يجي بعدها infinitive will والمودلز كلها كل الافعال الناقصه كان could shall should will would may might must كل الافعال الناقصة المودلز او ديفكتيف فيربس يجي بعدها ايه يجي بعدها infinitive, infinitive مصدر الفعل اذن هنا نختار ليت عشان ويل اكرم مي هي تو منصوره the week before نقول هي از جوينج هاد جون جوز went هنا اكرم تولد مي لما نلاقي تولد او said نعرف على طول انه هنا بيتكلم عن قاعده ريبورت سبيتش الكلام الغير مباشر او indirect سبيتش طبعا طالما في تولد نعرف على طول هنا انه تولد uh, تعتبر في الباست اللي بعد كده هيجي ايضا باست او باست بيرفكت يعني فهنا هنستخدم had جان الزمن نستخدمه باست بيرفكت هنا يبقى had جان. Would you mind telling me why space your previous job you left did you leave you leave had you left في هنا جزئيتين مهمين جدا uh, هنا ايضا reported speech ولكنه reported questions يعني الكلام الغير مباشر السؤال لما يكون غير مباشر ايه اللي يحصل would you mind telling me why أهم فكرة هنا إنه بعد واي بعد الدبليو اتش يعني بعد كلمة الاستفهام هنجيب صيغة ستيتمنت وليس صيغة سؤال، يعني صيغة جملة إيه؟ جملة خبرية، أوكي؟ آه يعني إيه صيغة جملة خبرية؟ يعني تبتدي بفاعل سبجكت الأول مش هتبتدي أبدًا ب بفعل مساعد، فهنا نستبعد إيه من الأربع إجابات؟ عايزين نتعود على أسلوب الاستبعاد لما نيجي نختار نستبعد اللي بادئ بفعل مساعد يبقى هستبعد ديد اللي هي الإجابة B واستبعد هاد اللي هي الإجابة D يبقى عندي A و C طيب أقول why يو left ولا واي يو ليف؟ بالتأكيد بقول له would you mind telling me why A your previous job؟ يبقى هقول له واي يو ليفت أنت سبت وظيفتك اللي فاتت السابقة يبقى بالتأكيد بتكلم عن past يبقى يو left عرفنا ليه اخترناها تمام My brother is space. he gets on with everyone he meets. طيب ايه الاختيار اللي نختاره هنا اللي يعبر لنا عن he gets on gets on with everyone he meets بمعنى انه هنا يعني ممكن يتعامل مع اي حد بيقابله ممكن يبقى في بينهم صداقه فهو شخص ايه؟ شخص sociable ambitious social بيسيمستيك uh, بيسيمستيك معناها اللي هي عكس اوبتيمستيك يعني متشائم امبيشس يعني طموح سوشيبل بمعنى اجتماعي سوشيال uh, دي ايضا uh, جايه من سوسايتي اللي هي المجتمع سوشيال بمعنى ايضا اجتماعي لكن سوشيبل بتشير الى الشخص بانه شخص ايه اجتماعي فهنا بنختار كلمه سوشيبل It's an employment crisis. Crisis يعني أزمة بالمناسبة ال البلورال الجمع بتاعها بالحرف الاي الحرف قبل الاخير الاي نخليها اي e. دي الجمع بتاعها جمع شاذ مش زي المعتاد. It's an employment crisis when you see a lot of for few jobs بتبقى ازمه توظيف ازمه عماله أه لما بنلاقي كت ايه كتير بالنسبة لوظائف قليلة؟ employers interviewers colleagues applicants أكيد لما بنلاقي متقدمين كتير للوظائف وأصلاً الوظائف الموجودة قليلة. طيب إيه المتقدم للوظائف؟ هو applicants المتقدمين للوظائف. أما كلمة employers فهم أصحاب العمل. I wish I Uh, car like yours بقول له اتمنى لو عندي عربيه زي عربيتك اقول I have ولا have had ولا had ولا can have uh, اتفقنا من شويه أنه I wish بيجي دايما بعدها uh, past ما بنتعاملش مع ال present ولا ال future طالما الـ I wish او زيها تماما if only uh, دي على طول بنتعامل مع ال past سواء past simple او past uh, perfect يبقى هنا هنختار مين؟ هنختار I had يبقى I wish I had a car like yours لأن التمني ده في الحاضر في البريزنت في الوقت الحاضر يبقى أستخدم past لو هتمنى حاجة فاتت في الباست يبقى أستخدم past perfect It will take 24 hours for the glue glue اللي هو الصمغ يعني to a hard hardly harden hardly تو إيه عايزين نستخدم هنا فيرب بعد تو لازم هيجي فيرب نتعود على حاجة مهمة إنه الإي أن في نهاية الكلمة هنا بتخليها فيرب زي هاردن يصلب يقصي يعني يخلي الحاجة جامدة عندنا مثلا shorten بمعنى يختصر تمام دي الـ en بتخلي الـ الكلمة verb عندنا برضو en أحياناً كـ as a prefix كـ prefix في البداية زي enable for example a famous tennis player to be hurt after a city road accident لاعب تنس مشهور ايه to be hurt after a city road accident believed ولا is believed ولا is believing ولا has believed إحدى صيغ الباسيف اللي هو موجود عندنا في 3 يونتس 3 5 15 الثلاثة يونتس دول فيهم الباسيف أه فويس هنا نختار أيهم إيه صيغة الباسيف هنا نشوف الباسيف اتفقنا عليه إنه لازم يبقى فيرب تو بي وباس بارتيسيبل يبقى إز بيليفد إز بيليفد لازم أي باسيف عبارة عن فيرب تو بي وباس بارتيسيبل آ space is a line of people moving slowly as part of a ceremony. طيب ده يبقى procession group society community society community بمعنى مجتمع مع بعض الفروق بينهم group مجموعة procession يعني ايه procession يعني موكب وطبعا الكلمة دي موجودة عندنا في المقرر a procession اللي هو الموكب Uh, space what then is the skill، skill يعني مهارة and the process of designing buildings، عملية تصميم المباني. عندنا archeology architecture artists astronomy طبعا astronomy حاجة بعيدة خالص عن المباني، astronomy اللي هي علم الإيه؟ علم الفلك. لكن إيه العلم الخاص بعملية تصميم المباني؟ architecture. طيب ايه اركيولوجي عشان نبقى عارفين برضو لو جت في في اي جمله تاني اركيولوجي طبعا علم الايه الاثار ده طبعا موضوع تاني a large number of are used to taking the underground daily the underground هو مترو الانفاق المترو بنقول عليه the underground عندنا نختار connectors commuters commanders conductors Uh, أي شخص مسافر من مكان لمكان، عمله في مكان وهو بيسافر uh, كل يوم لعمله بنستخدم له كلمة commuter. طيب، ننتقل للسؤال المهم بتاعنا دايماً: Find the mistake in each of the following sentences then write it correctly. أول جملة: He has earned a lot of useful experiences as a personal manager. هو عايزين نقول انه اكتسب يعني خبرات مفيده كتير كبيرسونال مانجر بيرسونيل سوري بيرسونيل مانجر في uh, فرق بين Personal و وبيرسونال Personal. بيرسونيل Personal اللي فيها double ان وفيها اي e, مش a الفرق بينها وبين بين بيرسونال بيرسونال اللي هو شخصي جاي من كلمه بيرسون person اما بيرسونيل فمعناها uh, مجموعه او طاقم موظفين uh, في مكان ما طيب هنا يا ترى ينفع نقول ايرن؟ ايرن معروف انها بتيجي مع الفلوس. He has gained a lot of useful experiences as a personal manager يبقى نستخدم gain بدلا من ايرن طيب ايه الفرق؟ gain بتيجي مع الاشياء المعنويه يعني جين experience gain information آه دي استخدامات gain بينما ايرن دايما مع money او ليفينج اللي هو القوت الشخص او المعيشه بتاعته تمام؟ I need some medicine. Is there a pharmacist near here? طيب انا عاوز اشتري دواء فبسال يا ترى في هنا pharmacist near here يا ترى التعبير ده دقيق طيب ايه الخطا اللي هنا المفروض اني اسال على المكان البليس المكان اللي بسال عنه هو pharmacy اللي هي الصيدليه وليس الايه الفارماسيست اللي هو الصيدلي نفسه Doing morning exercise makes you energy the rest of the day. اداءك لتمارين صباحيه بيديلك ايه طاقه يعني بقيت اليوم. طيب يا ترى الخطا هنا فين؟ Doing morning exercise makes you energetic مش energy ما ينفعش اقول makes you energy اقول energetic the rest of the day يعني مليء بالطاقه. Finally I was able to join the end of a quiz and get the Ticket. واخيرا في النهايه قدرت ان انا جوين ذا اند اوف ا كويز جيت ذا تيكت وصلت لنهايه الايه الكويز وحصلت على التذكره طيب يا ترى الخطا هنا فين نفكر كده فيها هنلاقي انه ما ينفعش هنا the end of a quiz quiz بمعنى امتحان امتحان صغير كده بنعمله دايما للطلاب ده آه لكن دي end of a كيو Q اللي هي خدناها في unit 1 بمعنى ايه تمام بمعنى طابور وهي نفسها verb ونون verb بمعنى يصطف يعني يقف طابور ونون ايضا اللي هو الايه اللي هو الطابور نفسه بنسميه كيون كيو ونطقها زي حرف الكيو تماما نقول كيو Arab travelers taught how to make paper from the Chinese عايز يقول المسافرين العرب اتعلموا ازاي يعملوا الورق اتعلموا منين؟ من الصينيين طب ينفع نقول توت توت يبقى علم اقول I taught him انا علمته لكن هو عايز يقول ان هما علموا او اتعلموا يبقى نجيبها باسيف الباسيف زي ما اتفقنا دايما بيتكون من verb to be past participle يبقى were taught My father will fly to China tomorrow morning. هيسافر للصين بكرة صباحا. My father will fly to China tomorrow morning. أعتقد نفس الفكرة كنا شرحناها قبل كده إنه شيء محدد خلاص تماما مش فجأة كده هقول أنا رايح الصين يا جماعة هقف كده في موقف بساطة ولا حاجة أنا رايح الصين طبعا مستحيل أكيد في arrangements في, في ترتيبات قبليها فما ينفعش هنا أستخدم Uh, will fly or my father is flying to China tomorrow morning. بمعنى هو مسافر بالفعل. ننتقل إلى الجزء الجميل بتاعنا في في المقرر اللي هو The Prisoner of Zenda الرواية الجميلة اللي احنا بندرسها. Uh, read the following quotation then answer the questions. في سؤال الكوتيشن Who told about the king's duties? مين اللي أخبر رودلف راسنديل عن واجبات الملك؟ رودلف راسنديل عمره ما كان ملك وما يعرفش طبعا يقوم بواجبات الملك دي ازاي؟ طيب يا ترى مين اللي قاله مين اللي فهمه؟ نتوقع أكيد العقيد سابت. ساب تولد رودلف ريسنديل about ذا كينجز ديوتيز، هي تولد هيم قال له إيه بقى بالظبط؟ وات هي أوت تو إيه اللي المفروض يعمله؟ آند وات هي أوت نوت تو وايه اللي مش المفروض يعمله؟ طبعًا العقيد ساب طمنه وقال له ما تخافش أنت هتقوم بالدور وأنا هكون جنبك في كل لحظة. How did رودلف ريسنديلز injured finger affect his duties as a king؟ احنا عارفين ان لي اصبع كان اصيب فيه في المعركة اللي دارت بينهم وبين رجال مايكل طب يا ترى الاصابة دي اللي في اصبعه اثرت ازاي على واجباته ملك؟ نفكر فيها العلاقة هي كودنت رايت الملك المفترض انه طبعا بيوقع على وثائق رسميه مهمه جدا طب هيوقع ازاي وهو عنده اصبع مصابه هي كودنت رايت سو many امبورتنت دوكيومنتس كتير من الوثائق المستندات المهمه وير نوت كومبليتد لم تكتمل Why did Rodolf Ressendil feel worried when he met the French ambassador؟ يا ترى قلق ليه لما شاف السفير الفرنسي؟ ايه اللي قلقه في الموضوع؟ عارفين ان هو قايم بدور الملك لكن هو مش الملك he felt worried because the French ambassador asked him a question that he couldn't answer. هو طبعا أصلا مضطرب وبعدين قابل السفير الفرنسي فكمان سأله سؤال هو ما قدرش يجاوب الإيه السؤال ده فطبعا خايف جدا هو طول القصة خايف أنه أمره ينكشف Why did Sabt think that Duke Michael wouldn't kill the king? هو ليه في اعتقاد سابت أن مايكل مش هيقتل الملك يعني هو دائما يطمن ريسنديل ويقول له ان مايكل مش هيقدر يقتل الملك طب يا ترى ايه اللي مطمنه كده ساب ثوت سو هو اعتقد كده بيكوز ذا ديوك نيو ذات اف هي كيل ذا كينج رودلف راسندل وود stay از كينج انستيد ما هو لو قتل الملك اللي هو اخوه يعني طب ما هو رودلف راسندل واحد غريب اصلا مش من بلدهم اصلا ولا اخوه ولا من العيله هو اللي هيبقى ملك يبقى يعني زي ما بيقولوا ايه طلع من مش عارف نقره وقع في فافضل فافضله انه يفضل الوضع على ما هو عليه Why couldn't Michael accuse Rodolf Fresendale of anything? He couldn't accuse him of anything because if he did, لو عمل كده, people would know that he had kidnapped the king. طب ما الناس هيقولوا له طب والملك الحقيقي فين؟ لما انت بتقول ده نصاب ده مش الملك، طب الملك الحقيقي بتاعنا فين؟ فهنا هو مش هيقدر يتهمه حاليا بحاجه. What do you know about the six men? تعرف ايه عن الرجال السته؟ They were six special soldiers who Michael kept in his house at all times. They were completely loyal to him. دول ستة من الجنود المقربين من مايكل ودول حواليه على طول ويعني مخلصين تماما لي. Three of them were from Ruritania and three were foreigners. هما الستة دول ثلاثة لوكال محليين يعني وثلاثة انترناشونال دوليين واحد من بلجيكا واحد من فرنسا واحد من انجلترا